الأنيميا. الأنيميا نوع شائع من فقر الدم، يحدث عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من عنصر الحديد. لا يشعر الشخص بأعراضه إذا كان خفيفاً أو معتدلاً، أما إذا كان شديد فإنه يشعر به. أعراضه هي الإرهاق الشديد، الضعف، شحوب الجلد، ألم الصدر، تسارع ضربات القلب، ضيق التنفس، الصداع، الدوار، الدوخة، برودة اليدين والقدمين، التهاب وألم الأسنان وهشاشة الأظافر. أسباب الإصابة بالأنيميا: تحدث الإصابة بفقر الدم عندما لا يحتوي الدم على ما يكفي من كرات الدم الحمراء. ومن أسباب الإصابة اضطرابات الأمعاء، الحيض، الحمل، التاريخ العائلي والعمر. النسبة الطبيعية لفقر الدم: تتراوح النسب العادية بين 35.5 إلى 44.9 للنساء البالغات، وتتراوح ما بين 38.3 إلى 48.6 للرجال البالغين. وأكد التقرير أن نسبة الهيموغلوبين أقل من 12 تشير أن الشخص مصاب بالأنيميا. طرق علاج فقر الدم: نظام غذائي متوازن غني بالحديد وفيتامين B12 وحمض الفوليك، استهلاك كمية كافية من الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، البيض والمكملات الغذائية، وقطع اللحم الخالية من الدهن، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين G.